ايام السادات، تايهه من ايام السادات. والدتي كانت بتبيع خضار عند المحطه، وكان انا على حسب ما اختي فاطمه بتقول لي ان اول يوم في رمضان. طبعا امي قالت لي روح العبي على السكه، رحت لعبت، ركبت القطر. انا بصراحه ربنا مسميها القطر ده اسم قطر الاحزان. سافرت مصر، قعدت فيها 5 سنين، الشغل كله اشتغلت، ما خليتش عشان اكل. اشتغلت لا مؤاخذه مطاعم، بقهاوي، ابيع مناديل، ابيع بخور على السيده زينب وانا شابه. المهم رحت المنيا ورحت بورسعيد ورحت اسكندريه ورحت، المهم ما اطعش عليكم الكلام، لحد ما وصلت بلد الحبيبه الاقصر. كنت شغاله في مطعم وشغاله في قهوه بغسل شيش. المهم انا كنت ساكنه عند واحده اسمها ام عبد الله، الله يرحمها ورجع نسوها الجنة. الست دي عانتني في بيتها، تعرفت على المرحوم جوزي، المرحوم جمال اللي عاني وواكت عينه وجعان. عرفت عليه في القطر، خدني سنة سنة بحس ان انا ايه لحد سن القانوني ما يكمل، واتجوزت. انجبت منه اول واحد اسمه محمد والدي، بس ربنا ما كان يعني ما طالش العمر فيه، توفاه الله. كان عنده 5 سنين، توفاه الله في قهر متغسل. بعد كده ربنا كرمني بأحمد، محمود، محمد، وكريمة، وحبيب قلبي نور عيني يوسف. يعني 4 أولاد وبنت. كنت قاعده ببيع شويه الخضار عند المحطه، واليوم ده هي كانت بتروح مع ابوها على طول على طول في البحر. اليوم ده ابوها راح يجيب شويه غاز شبك يعني، وقال لي يا خلي رضا معاكي النهارده. قلت لها قلت راحت ببيع وخلصت ومروحه، حسبتها روحت مع اخواتها. يا عيال فين اختك؟ وقالت ما معاكي. يا عيال فين اختك؟ معاكي. دورت بقيت دايره ادور، ورحت لاخواتي وكده، بقينا على البحور وعلى الترعه وكده نلاقيها ابدا. بقى اللي يقول لي غرقت، واللي يقول لي روح الترب، واللي يقول لي خطفوها، وكل واحد كان بكلمته. النهايه لما دخنا 6 سنين دايخين سكوتنا، قلت خلاص عوض عليا ربنا. بس كل ما كان عيل يضيع كانت مصاريني بتتقطع. انا اختي دي طبعا انا اللي كنت مربياها، فانا عارفه كل حاجه يعني مواصفاتها، وعارفه العلامه اللي في جسمها. فاول ما جاب الراجل ده اشرف السعيد اللي جاب لنا الفيديو، فقال انا عايزك انت تشوفيها فاطمه. قلت له ماشي. فاول ما انا مسكت الفيديو كده وهي بتشاور بايديها من قبل ما تقول اي حاجه، قالت انا ابويا عبد الرحيم محمد صياد سمك، وامي تحيه بتبيع خضار، واختي اختين فاطمه الكبيره وسوما الصغيره. قلت لهم قسما بالله العلي العظيم دي اختي.